بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أهلا وسهلا بكم طلبتنا الأعزاء، طلبة مساق أخلاقيات المهنة، طلبة المستوى الرابع بكالوريوس إدارة الأعمال. اليوم سنبدأ معكم أول محاضرة فيما يتعلق بهذا المساق، وسيتم التركيز من خلالها على مفهوم وآليات أخلاق العمل، وكذلك سيتم الحديث عن مجموعة من النقاط التي لها علاقة بضرورة وأهمية التزام المؤسسات المختلفة، سواء كانت الخاصة أو الحكومية أو الـ NGOs إنجاز التعبير، بالالتزام بالأخلاقيات على قاعدة أننا نعيش في دولة إسلامية، وهذه الدولة تقوم على مبادئ الأخلاقيات بالدرجة الأولى، ونحن أمة أرسل الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم ليتمم فيها مكارم الأخلاق. فالأخلاق هي منهج ودين وحياة، ويجب جميعنا أن نلتزم فيه. وبالتالي عندما نتحدث عن أخلاقيات العمل بالعموم، ونتحدث كذلك عن الأخلاقيات فيما يتعلق بمهنة إدارة الأعمال، فهي إلزامية، يجب على الجميع أن يلتزم بها، وأن تكون بالنسبة له منهج حياة، منهج ثابت يتم الالتزام فيه طوال فترة عمله في هذه المؤسسة. وبالتالي يجب أن يحافظ على كل ما لها هذه المؤسسة بما تحتوي من أسرار، من أدوات، من أي شيء يخص هذه المؤسسة، وخاصة بأن حفظ الأسرار وحفظ الممتلكات والحفاظ عليها وعدم العبث فيها يعتبر أيضا جزء من مفاهيم الأخلاق العامة التي سنتحدث عنها في هذه اللقاء وفي هذه المحاضرة، وكذلك سنتحدث عنه طوال لقاءاتنا في هذا المساق إن شاء الله. المساق والفصل الأول يتناول مجموعة من النقاط، ولعل أهمها سنرسي مفاهيم الأخلاقيات وسنعززها، فبالتالي سنتعرف على مفهوم أخلاقيات العمل بالعموم. سنتحدث عن أهمية الأخلاقيات، هل الأخلاقيات أهمية في العمل؟ هل الأخلاقيات أهمية في نفوس العاملين؟ وكيف يمكن أن نعزز هذه الأخلاقيات؟ سنتحدث عن مفهوم العمل ككل. بالمقابل عندما نتحدث عن مفهوم العمل سنتحدث عن مفهوم الأخلاقيات إلى أن نصل إلى مفهوم أخلاقيات العمل. وكذلك الأخلاقيات ليست فقط موجودة في العمل، ولكن أيضا موجودة في العامل نفسه. يجب أن يكون هنالك أخلاقيات للعامل وأخلاقيات للعمل نفسه أو لصاحب العمل أو للسياسة العامة التي تحكم هذا العمل. وكذلك يجب علينا أن نرسي أخلاقيات العمل في المؤسسة. ربما الحديث في إرساء أخلاقيات العمل في المؤسسة وكأننا نتحدث عن منهج يجب على الجميع أن يلتزم فيه، ويعتبر بمثابة دستور وسياسة عامة يجب على كل المؤسسات أن تلتزم بها. كذلك سنتحدث عن أنواع السلوك، وخاصة عند الحديث على أنواع السلوك نتحدث في الأخلاقيات بأن لها نوعين، إما السلوك الإيجابي أو السلوك السلبي، وبالتالي سينعكس هذا الأمر من خلال هذه السلوكيات. كذلك أخلاقيات العمل تراجعها وتقدمها وطرق تقييم الأخلاقيات، وسنتحدث أيضا على أنماط وسلوكيات وأخلاقيات العمل في هذه المواضيع. إذا نتحدث الآن عن المفهوم والمعنى اللغوي لأخلاقيات العمل. بالمناسبة الأخلاقيات هي عبارة عن طبع أو خلق أو سجية أو مروءة أو دين، بمعنى أننا نقول هذا الإنسان عنده أخلاق، يعني بطبيعته أخلاقه جيدة، أخلاقه ملتزمة، إنسان يعمل ويضع مخافة الله بين عينيه. وبالتالي هذه الأمور نصورها بالمعنى الإيجابي والمعنى الحسن، وكذلك نقول بأن هذا الشخص طبعه سيء، خلقه سيء، لا يلتزم بالمعايير، وبالتالي نقول بأن هذا الشخص قبيح الأخلاقيات، سيء الأخلاقيات. إذن يجب علينا
كشخوص نلتزم بالمفاهيم الأساسية لأخلاقيات العمل، أن يكون لدينا تحلي بالجوانب الإيجابية والبعد كل البعد عن الجوانب القبيحة التي تعزز المفاهيم السلبية. وإذا نقول بأن الأخلاق لديها ظاهران، ما هو حسن وما هو سيء. كيف يمكن لنا أن نعزز الخلق الحسن؟ من خلال الأدب والفضيلة، من خلال الأخلاق والأفعال. كل ما يصدر عن هذا الشخص يجب أن يتم تعزيزه ضمن المفاهيم التي لها علاقة بهذه القضايا والتي يجب علينا أن نلتزم بها. إذن نستكمل الحديث ونتحدث الآن عن الخلق السيء. هي عكس تماما الخلق الحسن، فبالتالي عندما يكون هذا الشخص عنده سوء الأدب، هذه ستنعكس على أقواله وأفعاله، وبالتالي ستكون هذه الأقوال والأفعال سيئة وقبيحة ومذمومة. وبالتالي هذا يؤكد المفهوم الذي تحدثنا فيه بأن أخلاقيات العمل لها بعدين، الخلق السيء والخلق الحسن. نتحدث أيضا عن المعنى الاصطلاحي. المعنى الاصطلاحي في الإجمال هي عبارة عن صفات، معاني مستقرة في النفس وفي ضوئها وميزانها، يحسن الفعل في نظر الإنسان أو يقبح، ومن ثم يقدم عليه أو يحجم، أو يقدم عليه أو يحجم عنه. إذن في المحصلة نتحدث على أنها أمور راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال بيسر وسهولة من دون أو من غير حاجة إلى فكر وروية. هذه معاني للغزالي وعبد الكريم زيدان وغيرهم. في المحصلة نتحدث على أن أخلاقيات العمل بالمفهوم الاصطلاحي هي مبادئ ومعايير، وهذا ما تحدثنا فيه. يجب أن تكون هنالك مدونات، دستور، أساس، سياسة عامة تكون مرجع للسلوك المطلوب لأفراد المهنة الواحدة، بمعنى أخلاقيات مهنة إدارة الأعمال التي يجب على الجميع أن يلتزم فيها ويتم تقييم أدائها، إما بالمعنى الإيجابي أو بالمعنى السلبي. كيف يمكن لنا نتحدث عن معنى إيجابي وسلبي ضمن الأخلاقيات الحسنة والسيئة نتيجة الأفعال والأقوال الجميلة أو القبيحة التي تصدر عن هؤلاء الأشخاص؟ إذن ما نود أن نركز عليه ونتحدث فيه بأن أخلاقيات العمل هي عبارة عن مبادئ ومعايير تعد مرجع للسلوك المطلوب لأفراد المهنة الواحدة، يجب على الجميع أن يلتزم فيه قدر الإمكان وأن يحاول أن يطبقه في العمل ضمن الأخلاقيات الإيجابية. إذن أخلاقيات العمل لا تنفصل عن الأخلاق العامة للفرد بكل تأكيد، وهذا ما تحدثنا فيه في بداية اللقاء. تحدثنا على أن الأمانة، الوفاء، الشجاعة، التعاون، كل هذه تعتبر أخلاقيات عامة. يجب عن أن يكون هنالك التضمين وتأكيد لهذه المعايير وهذه المعاني من خلال العدل والأمانة وإطاعة النظام والرحمة والصدق والشجاعة واحترام الآخرين وإلى آخره. وهذا ما أكده القرآن الكريم عندما قال: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. وكذلك عن عائشة رضي الله عنها أن النبي قال: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وقال أيضا: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. كل هذه المعاني فيما يتعلق بأخلاقيات العمل تؤكد مدى عمق وأهمية وعظمة الدين الإسلامي الذي جاء مؤكدا على الأخلاقيات. وعندما ربط الإيمان وحسن الخلق، وقيل لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي المؤمنين أفضل إيمانا، قال: أحسنهم أخلاقا. فبالتالي الأخلاق هي ليست أخلاق بالكلام، هي أخلاق بالسلوك. وأنت عندما تعمل في مكان يجب عليك أن تعزز هذه المفاهيم الأخلاقية التي تكون منهاج حياة يجب أن يتم العمل فيه، تأكيدا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالمكارم بعث الرسول صلى الله عليه وسلم ليتممها،
إذن أساس ديننا الإسلامي قائم على الأخلاق، وأساس العمل التي يعمل فيها الشخص في مهنة الإدارة على وجه الخصوص والمهن الأخرى على وجه العموم هي تتحدث عن ماذا؟ تتحدث عن الأخلاقيات. فيجب عليك أن تكون بطبعك وبعملك وبأخلاقك وبدينك وبشجاعتك إنسان تؤكد هذه المفاهيم التي تعزز المفاهيم الأخلاقية في هذه المؤسسة. إذن نستكمل أيضا ونتحدث عن الأخلاقيات كأهمية. يمكن كل الكلام الذي تحدثنا فيه يمكن لنا أن نجمله كأهمية. عندما يكون الإنسان سعيد في بيته، سعيد في عمله، سعيد في بيته سينعكس على عمله، وبالتالي سعيد في عمله سينعكس على علاقته مع الآخرين. إذن ستكون هنالك سعادة للفرد والجماعة، لأن الإنسان جزء من هذه المجتمع، وهو يعتبر ترس في تروس هذا المجتمع، يحرك ويتحرك في هذا المجتمع. كذلك عندما كلما كان الإنسان عظيم الأخلاقيات كلما كان ذلك بمثابة دافع إيجابي قوي نحو تعزيز المفاهيم التي يسعى إليها. وبالتالي دعونا نتحدث الآن الطلبة الأعزاء عن النقاط الأساسية لمفهوم أخلاقيات العمل. علم أخلاقيات العمل من أفضل العلوم وإكليل وتاج للعلوم. إذن هذا الأمر الرسول صلى الله عليه وسلم تحدث فيه وجاء ليتمم مكارم الأخلاق كدين، فما بالنا عندما نتحدث عن أخلاقيات تتحدث عن العلوم؟ فهي جاءت لتعزز هذه الأمور وجاءت لتؤكد هذه الأمور. إذن لدينا سياسات يجب علينا أن نهتم فيها تميز سلوك الإنسان عن سلوك البهائم. طبيعي أنت إنسان في هذه المؤسسة وفي هذا العمل، كيف يمكن لنا أن نتحدث والله هذا السلوك إيجابي والسلوك سلبي؟ طبقا لعمل هذا الإنسان، تحقيق سعادة الفرد والجماعة. إذا تحقق سعادة للفرد والجماعة هذا ما تحدثنا فيه وسيلة لنجاح الإنسان. الإنسان الإيجابي الذي يكون لديه دوافع الخير سيكون محبوبا، أما الشر سيكون مذموما. وسيلة للنهوض بالأمة، نعم بالأخلاق نسمو، بالأخلاق نرتقي، بالأخلاق سنعكس رسالة جيدة لهذه المؤسسة. عندما نتحدث في العموم ونقول هذا الشخص أخلاقه جيدة، فالكل يحبه، الكل يوده، الكل بيؤمن فيه، يؤمن فيه، فبالتالي يعطوه ثقة. إذن أساس مهم جدا لموضوع نجاح هذا الشخص يجب أن يكون لديه أخلاق عالية. وهذا يتحدث لنا عن أن الأخلاق لها بعدين، جانب نفسي باطني وجانب سلوكي ظاهر. نحن كيف يمكن لنا أن نتحدث عن الجانب النفسي الباطن؟ من خلال سلوك. أنا أعطيني سلوكك وسأحكم على باطنك، هل باطنك إيجابي أم سلبي؟ إذن هنالك سلوكيات ظاهرية هي التي تعطينا مؤشر لهذا الشخص، هل هو إنسان إيجابي إنسان سلبي؟ كل هذه الأمور تكون مرتبطة مع بعضها البعض، وبالتالي يتم الحديث في هذه المفاهيم. أهمية الأخلاق بالنسبة للفرد، طبيعة تساعد في بناء شخصيته. يمكن عندما نتحدث عن الأخلاق نتحدث على أنها منظومة متكاملة. الإنسان الصادق هو الإنسان الذي يثق فيه الجميع، فبالتالي كلما كانت ثقة الناس فيك كلما ساعد ذلك في بناء الشخصية. كان هنالك ثقة، إيمان في الناس في قدراتك، لأنه أنت شخص أمين، شخص مؤتمن، شخص لديك الثقة العالية من الجميع. كل هذه الأمور لا تأتي من فراغ، وإنما تأتي من ثقة الناس في شخصك نتيجة لمجموعة من النقاط التي تم التأكيد عليها. كذلك معيار للحكم على التصرفات، كيف أنا بدي أحكم على تصرفاتك؟ كيف بدي أضبطها؟ تعمل على وقاية الفرد من الانحراف بكل تأكيد. كل الدين والرسالة تكون بالنسبة لك شو موجهة، قديش أنت بتحاول تركز على الأخلاق، فبالتالي ستكون هنالك مؤشر الإيجابي لحاله هو بيبعتك للنقاط شو الإيجابية تساعد في حل المشكلات واتخاذ القرارات. الأخلاقيات تعتبر مؤشر إيجابي يجب على الجميع أن يلتزم فيه، لأنها تعتبر وسيلة مهمة جدا وغاية مهمة جدا
يتم العمل عليها فيما يتعلق في حل المشكلات واتخاذ القرارات الإيجابية التي تساهم في تطوير أخلاقيات العمل بالنسبة للفرد. إذن نستكمل معكم الفصل الأول أخلاقيات العمل، وننتقل إلى النقطة الأخرى أخلاقيات العمل بالنسبة للمجتمع. يمكن إذا ما تحدثنا عن أخلاقيات العمل بالنسبة للفرد، يأتي المجتمع ليكمل هذه الأمور. كلما كان الشخص راضي ولديه ثقة ولديه ثقافة ولديه أخلاقيات عالية، كلما انعكس ذلك على المجتمع. فمثلا نتحدث على أن الأخلاقيات تحفظ تماسك المجتمع، طبيعي، لأنه بتحدد له الأهداف والمثل العليا. طب كيف تم تحديد هذه الأهداف؟ من خلال الأشخاص اللي هم أصلاً بطبقوا هذه الأهداف. إذن المبادئ في الجزئية هذه هي مبادئ من الفرد تنعكس على المجتمع، كذلك توجه سلوك الأفراد والجماعات. إذن المجتمع هو أفراد وجماعات، وهذه الأفراد والجماعات تكون معززة فيما بينها لتقي من الانحرافات. أيضاً تحقق الانضباط للفرد والجماعة بكل تأكيد، لأن احنا أخلاقنا مستمدة من الكتاب والسنة. تحقق الأهداف السامية التي يتم التوجه إليها من خلال تعزيز السلوكيات الخاصة بالأفراد. تلعب دور بارز في تحقيق التنمية بكل تأكيد. المفهوم الأخلاقي ليس مفهوم بسيط. عندما نتحدث على أن الأخلاقيات عالية، نتحدث على أن المجتمع يسمو بهذه الأخلاقيات، يصل إلى ما يريد. فبالتالي كلما كان هنالك أخلاقيات عالية، كلما كان هنالك تحقيق للتنمية في المجتمع، والتنمية المستدامة والتنمية الثقافية والتنمية الاقتصادية وكل ما له علاقة بأنواع التنمية. أيضا تبعده عن الصراع والعنف، لأنه بيصبح هذا الإنسان هادئ مطمئن، لا يوجد ما يشوش أخلاقه، لأنه أصبح إنسان لديه التزام ولديه إصرار ولديه ثقافة عالية كيف يمكن أن يصل إلى الأهداف الخاصة للعمل الذي يعمل فيه. نتحدث أيضا عن مصادر الخلق الحسن. يمكن تحدثنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء ليتمم مكارم الأخلاق. إذن إيماننا بوجود الله عز وجل هو يعتبر بالنسبة لنا خلق، لأن الله هو الخالق، هو العاطي، هو الذي أنزل القرآن الكريم ويعتبر منهجا، هو الذي تحدث صراحة في هذا الأمر فيما يتعلق بهذه الأمور. كذلك يجب علينا أن نكون، كيف يمكن لنا أن نعزز الأخلاق؟ بأنه الأخلاق الخاصة بالأفراد، بأن هنالك خالق يطلع علينا ويكشف ماذا نفعل. فبالتالي يجب أن يكون لدينا رقابة ذاتية في عملنا، في كل ما تحمل هذه الكلمة من معنى. كذلك القدوة الحسنة، نحن نتحدث على أن القرآن الكريم والسنة النبوية هما منهج حياة بالنسبة لنا، والسنة النبوية التي جاءت عن لسان الرسول صلى الله عليه وسلم فهو القدوة الحسنة. فقدوتنا الرسول، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وكذلك الخلق الحسن، يجب علينا أن نستشعر عذاب القبر. يعني كلنا في هذه الدنيا مغادرون، وبالتالي يجب أن تكون لدينا صفحات بيضاء في المستقبل. كيف يمكن لنا أن نبني هذه الصفحات البيضاء؟ بمعنى الخوف من عذاب القبر، يعني وضع كل المؤشرات لهذا اليوم والاستعداد لهذا اليوم من خلال ما له علاقة بهذه النقاط، بمعنى تعزيز الأخلاقيات والالتزام فيها وإلى آخر من هذه النقاط. إذن أنجزنا الجزء الأول الذي له علاقة بالمفهوم والأهمية. نتحدث الآن عن مفهوم العمل. يمكن المفهوم اللغوي هو المهنة أو الفعل، طبيعي. أي مفهوم لغوي يتحدث أو لغوي يتحدث عن العمل هو مهنة يقوم في هذا الشخص، يقصد في هذه الأمور، يكون من وراء في أمور خاصة فيه. المفهوم الاصطلاحي ما يقوم به الإنسان من نشاط وإنتاج، سواء كان هذا النشاط جسديا أو ذهنيا. إذن هنالك الجسد بمعنى القوة والعضلات، الذهنية الفكر. فيما يتعلق بالعمل هنالك ركنين أساسيين، النشاط والإنتاج. النشاط هو لب العمل سواء كان جسماني أو ذهني. بالمناسبة عندما يكون لديك عمل جسماني، إذا تتحدث بقوة وتتحدث بنشاط وغيره من هذه النقاط. أما الذهن هو الفكر،
وهو لا يقل أهمية عن النشاط الجسماني، لأنه مطلوب منك فكر كيف يمكن لك أن تخطط، تعزز، تفكر وغيره من هذه النقاط. الإنتاج هو الهدف من العمل، سواء كان هدف مادي أو معنوي. وعليه يمكن لنا أن نتحدث على تعريف العمل مجموعة محددة من الواجبات والمسؤوليات يلزم القيام بها توافر اشتراطات معينة في شاغلها. إذن العمل هو مجموعة محددة من الواجبات والمسؤوليات، يجب أن تكون هذه المسؤوليات شو؟ واضحة طبقا للواجبات التي تكون محيطة بهذا الشخص. وبالتالي نتحدث عن العمل هو كل جهد وعمل مادي أو معنوي أو مؤلف منهما معا، ويشمل المهنة والحرفة والوظيفة. المهنة تتطلب مهارة وإتقان، إذا نقول هذه المهنة تتطلب مثلا أن الشخص يكون عنده طباعة عالية، يكون سريع في الطباعة. هذه المهنة تتطلب أن الشخص يكون في عنده بيتحدث اللغة الإنجليزية، إذا هذه مهارة ويتقنها. أما الحرفة تتطلب تمرين بسيط، بمعنى هذا النجار الحرفة نجار الحدادة وإلى آخره، بس أنه أنا بدي أتدرب وبالتالي يصبح فيما بعد نجار شو ماله ماهر ومحترف. الوظيفة هي عمل مؤسسي يتكون من عدة شو أنشطة مجتمعة مع بعضها في المضمون والشكل، تعزز هذه الوظيفة العامة. إذا نقول كل مهنة عمل وليس كل عمل مهنة. بكل تأكيد المهنة هي عمل، ولكن ليس بالضرورة أن يكون العمل شو مهنة، لأنه أنت ممكن تعمل بدون مهارة وإتقان. كيف نتحدث عن هذا الأمر على أنه مهنة؟ ولكن المهنة هي عمل، طبيعي أنك تعمل في مكان يجب على الجميع أن يتحدث فيه. وعندما نتحدث أيضا عن الأخلاقيات المطلوبة في العامل، لعلنا نتحدث عن أهم نقطتين، القوة والأمانة، والتي تحدث عنها القرآن الكريم، وعندما قال الله عز وجل إن خير من استأجرت القوي الأمين. وهذه تعتبر مؤشر القوة، يعني بمعنى أنا هذا الشخص لدي قوة في العمل، قوة في استخدام الوسائل المتاحة، الصدق. القوة تعتبر صدق، العزيمة، صلابة الإرادة، هذه هي المطلوب. أو الأمانة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى إلى أهلها. فبالتالي كلما كان هنالك القوة والأمانة موجودة في شخص، هذه تعتبر قمة الأخلاقيات التي يجب علينا أن نعززها كمفاهيم في هذا العامل. وبالتالي واجبات العامل أنه لابد أن يعرف مهامه بالمفهوم العام، بيعرف مهامه بده يؤديها بإتقان وإخلاص، يجب أنه يعمل فيها، ما يغشش، ما يستغلش الوظيفة. هذه بالعموميات التي يجب علينا أن نتحدث فيها، وهذه النقاط موجودة هي من 1 إلى 5، بمعنى أن يكون هنالك عقد، أن يؤدي ذلك العمل بإخلاص، أن يؤدي عمله على أفضل وجه، بمعنى الإتقان. مهم جدا أن يكون هنالك إتقان وأمانة وإجادة في هذا العمل، عدم الخيانة والغش في العمل، يعني لا رشوة ولا محسوبية ولا عدم الاستغلال الوظيفة للأمور الشخصية. وبالتالي كل هذه الخمس نقاط يمكن لنا أن نوجزها بأن الأخلاقيات المطلوبة في العامل هي القوة والأمانة، هي القوة والأمانة. نستكمل الآن الأخلاقيات المطلوبة في صاحب العمل، وهي عكس تماما العامل، بمعنى أنه يبين أول نقطة، أو قبل أول نقطة نتحدث على أنه صاحب العمل هو الذي يحدد السياسة العامة. فبالتالي يجب عليك عندما تكون لديك عمل في مكان ما وتريد أن تحضر شخص، أن تكون صادق مع نفسك في الأول وصادق مع الآخرين. كيف يمكن ذلك؟ من خلال النقاط الستة الآتية، هي التي يمكن أن نتحدث فيها أنها تحقق المضمون العام للأخلاقيات المطلوبة في صاحب العمل. أن يبين للعامل ماهية العمل، مهم جدا أنك تقول له العمل 1، 2، 3، 4 ويتفق عليه على المدة والأجل، مهم جدا، لأن المسلمون عند عيش عقودهم لابد أن توفي بالعقود والعهود اللي أنت ليش وضعتها على نفسك. كذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني أنت تعرف أنه الإنسان في المحصلة عنده طاقة، أنت ما تيجي يعني تطلب من شخص عمل يحتاج إلى 2 أو 3
وتقول له هذا الأمر بدك تنجزه في يومين، هذا يعتبر بمثابة ظلم وافتراء وليس لها علاقة بالأخلاقيات إطلاقا. النقطة الثالثة، يجب أن تعامله بالحسنى، يعني لا تحتقره، ما تخصص أنه هو زليل أو عبد عندك، لا، يجب عليك أن تضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بالمعاملة. أنت لك عمل يريد أن ينجزه، وله هو صاحب خبرة في هذا العمل، لا تبخسه حقه عند التعاقد، وأن تعطيه حقه لما يخلص. أعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، هذا هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما تحدث عن هذه النقطة، وفي ذلك دلالات على أن العامل يجب أن تكون هنالك يعني زي ما بحكوها اهتمام بهذا العامل، ولا يكون هنالك تقليل وتنقيص منه، أن يكون رخيما بالعامل حين الخطأ ويصفح عنه، يعني هو أخطأ مش معناه والله مشكلة صار، لا، هو أخطأ، يجب عليك أن تتجاوز عن هذا الخطأ مرة ومرتين، وأن تفهموا إيش الصح وإيش الخطأ، وبالتالي سيتدارك هذا الأمر في المستقبل. أما إذا كرر الخطأ سيكون هناك تعامل آخر، ولكن نتحدث على أن هذا الخطأ، درجة الخطأ، كم مرة كرر هذا الخطأ، يجب علينا أن نأخذها بعين الاعتبار. إذن هذه الأخلاقيات المطلوبة في صاحب العمل مهم جدا، لابد علينا أن نحن دائما نرسيها. وكيف يمكننا أن نرسي أخلاقيات العمل؟ أولا نحدد ما هو أخلاقه وغير أخلاقه، عشان أنا خلص الآن بتحط قواعد لهذا العمل، هذا أخلاقه وهذا غير أخلاقه. عدم نقل الهدايا أو تقبل الهدايا يعتبر بالنسبة لي أخلاقيات. التعامل بحزم عند الإخلال بالأخلاقيات العمل طبيعي، هذا مرفوض إطلاقا. ألا يكون للعاملين مصالح متداخلة مع مصالح المؤسسة، يعني بمعنى مصلحة الشخصية تدخل مشكلة. إهمالنا للأخلاق طبيعي، إذا ما أهملنا الأخلاق كل شيء يكون متاح، لأنه ما في خوف لا من رقابة ذاتية ولا من الله عز وجل، فكل هذه الأمور تعتبر بالنسبة لنا يعني أمور ماشية ولا يتم الاهتمام فيها. فبالتالي كيف يمكن لنا أن نرسي أخلاقيات العمل؟ أن نعزز كل ما له علاقة بالأخلاق، وأن نبتعد عن كل ما ليس له علاقة بعدم الأخلاقيات، ونتعامل بحزم في هذه القضايا. إذا نستكمل أيضا فيما يتعلق في أنواع السلوك، تحدثنا على أن الأخلاقيات فيما بعد يعني تخرج لنا سلوكيات. في هذا الأمر سنتحدث عن ثلاث سلوكيات: السلوك الحازم والسلبي والعداء. الحازم هو الذي يعبر عن المشاعر والأفكار بصدق دون المساس بالآخرين، وهو إيجابي، يجب علينا أن نعززه. أما السلوك السلبي عكس الحازم تماما، عدم القدرة عن التعبير على الأفكار، وبالتالي هذا بيكون إيش؟ سلبي. العدائي، أنا ما براعي أفكار الآخرين وبأذيهم وبحاول إني دائما ما أتعاطاش معهم، وبالتالي كل هذه الأمور لا يتم الاهتمام فيها على الإطلاق. فيما يتعلق بالسلوك الحازم الذي تحدثنا فيه أنه أفضل أنواع السلوك، هذا بيديك الحق أنك أنت تعبر عن أفكارك في حل الصراع بعقلانية، يمارس ضبط النفس عند الغضب، تعود على احترام الآخرين، بدعم سلوك لغة الجسد، بيعطي فرصة، بيصير فيه ثقة. كل هذه الأمور تعتبر بالنسبة لنا مؤشرات لما يتعلق بهذه القضايا. كذلك أهميته هي نفس النقاط اللي فاتت، يكون هنالك اكتساب لاحترام الآخرين باكتساب الثقة بالنفس، الدفاع عن النفس بثبات، يكون هنالك تحمل العلاقات، عدم السماح للآخرين بالتهميش، بصير في عنده ترقية لهذا الشخص، بيجعل الآخرين يعرفون توقعاتك، لأنه أنت صار في عندك معرفة وخبرة في هذه الأمور. وكيف يمكن لنا أن نكون هنالك معوقات؟ بقلل من القدر والقيمة الشخصية، عدم القدرة على التعامل مع الصراع، ضعف مهارة الاتصال، كل هذه الأمور تعتبر بالنسبة لنا مؤشرات يجب علينا جميعا أن نحن نتحدث فيها، وأن يكون دائما تعزيز لهذه النقاط قدر الإمكان. طيب، هل هنالك أسباب لتراجع أخلاقيات العمل؟ نعم، هنالك ثلاثة أسباب رئيسية يجب علينا جميعا أن نتحدث فيها.
عن التلوث العقيدي بمعنى عقيدة صحيحة أو غير صحيحة، التلوث الفكري والقيمي. وبالمناسبة التلوث العقيدي هو الأساس لتلوث القيم الفكرية والتلوث إيش القيمي. ماذا نقصد بالتلوث العقيدي؟ هو عدم الالتزام بالعقيدة الصحيحة أو التخلي عنها بسبب شهوات وشبهات خاصة بهذا إيش الشخص، وبالتالي لا يكون هنالك التزام في هذه النقاط. التلوث الفكري هو أنا بفكر دائما بالمال غاية وعبادة وبجعلها هي إيش السبب في الأساس، وغياب السبب هو غياب الفهم الصحيح والتصور الصحيح ليش للإسلام كسلوكيات محددة. التلوث القيمي بتخلى عن القيم وبقلب المعاني وبتصير في عند الرشوة وجهة نظر، وبالتالي عدم الالتزام بكل ما له علاقة بهذه النقاط. فكيف يمكن لنا أن نعيد أخلاقيات العمل؟ يجب أن يكون هنالك إلغاء التلوث العقيدي وأن يكون هنالك التزام بالعقيدة الإسلامية من خلال البعد عن الشبهات والرشوات والشبهات والشهوات وغيره من هذه الأمور والإغراءات، وأن يكون هنالك مخافة الله بين إيش عيوننا. وبالتالي إذا ما كانت العقيدة سليمة سيكون الفكر والقيم شمالها سليمة. إذن هنالك أساسات يجب علينا أن نعززها دائما وإيه ونتأكد منها. وكيف يمكن لنا أن هذا ما تحدث فيه طرق تقوية علاج أن يكون هنالك تقوية للعقيدة الإسلامية وترسيخها، علاج المشكلات الأخلاقية من خلال التصدي للأفكار الهدامة والعقوبة وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب. أنت اليوم في مكان يجب عليك أن تعزز هذه المؤشرات وهذه الأمور التي يجب علينا جميعا أن نعززها. وكذلك نتحدث على أنماط السلوكيات والأخلاقيات في العمل، يجب علينا أن نحدد ما هو إيجابي وما هو سلبي. ما هو إيجابي؟ مفهوم الأسرار، التعاون مع الزملاء، الالتزام بالسياسات، بالمدونة السلوك الأخلاقي، بالأفكار الجيدة في المؤسسة، الالتزام بكل ما يصدر عن هذه المؤسسة، كل ما له علاقة بالأمور الإيجابية والالتزام فيها سيكون هو سلوك شو إيجابي يجب علينا أن نحن ندعم. السلوك السلبي عكس ذلك تماما، إفشاء الأسرار، نقل الإشاعات، تأجيل العمل، تعطيل العمل، إرباك العمل، كل هذه الأمور تعتبر شمالها أمور سلبية يجب علينا أن نبتعد عنها. بالمجمل نقول بأن أخلاقيات العمل هي تمثل صورة جيدة للعمل، يجب علينا أن نعززها قدر الإمكان. كيف يمكن لنا أن نعززها؟ من خلال المؤشرات الإيجابية التي يجب علينا أن نرتقي فيها من خلال الصورة الكاملة والأهمية الكاملة لأخلاقيات العمل، وعلى أساس أن أخلاقيات العمل هي منهج حياة يجب علينا جميعا أن نلتزم فيها ونعززها وأن تكون لدينا ثقافة دائمة. هذه الثقافة مفهومها كيف يمكن لنا أن نرتقي بالأخلاقيات قدر الإمكان. إذن في نصل إلى هنا بنهاية لقائنا لهذا اليوم، ومهم جدا للطلبة الذين يستمعون إلى المحاضرة الآن أن يجيبوا على الأسئلة التالية. أولا من خلال اللقاء كيف يمكن لك أن تستخلص مفهوم أخلاقيات العمل، وما هي السلوكيات الإيجابية والسلبية التي يمكن أن تكون موجودة في العمل، وكيف يمكن لنا أن نرتقي بالأخلاقيات في العمل. هذه الأسئلة أتمنى أن يتم الإجابة عليها وإرسالها على البوابة الخاصة للتعليم الإلكتروني لجامعة الإسراء. أتمنى لكم طيب المتابعة، وإن شاء الله نلتقي بكم في لقاءات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.